بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أحسين هذا أنت قد حققته، أحسين هذا أنت قد حققته، أشغلت فكر العالمين جميعا، أشغلت فكر العالمين جميعا. أحسين هذا أنت قد حققته، أشغلت فكر العالمين جميعا، حقا تمور لك السماء تفجعا، تستاهل، حقا تمور لك السماء تفجعا، وتسيل من حدق النجوم دموعا، وتسيل من حدق النجوم دموعا لك، فتضج أملاك السماء لقتله، فتضج أملاك السماء لقتله. اليوم مات الأنبياء جميعا، فتضج أملاك السماء لقتله. اليوم مات الأنبياء جميعا، اليوم، اليوم مات الأنبياء جميعا. اليوم حق محمد في آله ما بين ناكثة العود اليوم قد قتلوا النبي وغادروا الإسلام يبكي اليوم يا أبا عبد الله. اليوم قد قتلوا النبي وغادروا الإسلام يبكي ثاكلا مفجوعا. بعد اليوم من إسقاط فاطم محسنا سقط الحسين عن الجواد صريعا. اليوم، 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 اليوم من إسقاط فاطم محسنا سقط الحسين عن الجواد صريعا. اليوم جردت الأعادي سيفها، فشنو صار؟ اليوم جردت الأعادي سيفها، فغدا به رأس الحسين قطيعا. اليوم جردت الأعادي سيفها، فغدا به رأس الحسين قطيعا، 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 ليلي جد الليل بهمومه، ايش تريد تصير زين بكم المظلوم؟ الليلة ايش تريد تصير؟ يل منكم الناس تعلمت الغيرة، تقلب بالهموم وحاير حيرة، شافل كان عدها وما آلها غيره، ويا محلى القمر عباس ورسوم راح
لكن بلي لكانت على كل لغاب وخل زيان بظلت حيلة يا نجم اليساغر حتى تشيل الله يساعد جزينا بالمهضومة وطالت على العقيلة اللي لساعاته وقامت وحدة وحدة تنام نجمات لكن شلون زينب ليلها تبات آلام وحزن وجروح ملشومة بعد شنو صار بها الليلة وظلت للفجر منايمة وظلت للفجر بتسيد الأملاك يقلبها الحزن ما بين هذا وذاك ما تنساك يا عاشور ما تنساك تنسى الشم جسم مطروح بالحوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أدري العادة عادة المنبر ليلة 11 ما يلقي محاضرة عادة يكون بس رثاء لأن ما أتصور أكو ليلة مرت على آل الرسول أصعب من هذه الليلة ولكن هذا ما يمنع أقول كم كلمة إن شاء الله لله فيها رضا وللناس فيها لنا وللناس فيها صلاح إن شاء الله تعالى ما يمنع أقول كم كلمة حتى المجلس ما يخلو من فائدة وأخلي الحصة الأكبر للرثاء إن شاء الله تعالى وعندي بحث مهم هاي الليالي اللي أكون بيها بخدمتكم إن شاء الله تعالى ولهذا أرد أستغل الوقت للمشي بالبحث أكثر ما أستطيع عليه في الواقع. شوفوا إخواني ليش هذا الصوت؟ صلوا على محمد وآل محمد. السنة من 1 محرم بديت ببحث مهم وهو بحث الزيارة عنوان الزيارة عنوان الزيارة بثقافتنا الدينية زيارة المعصومين عموما والحسين خصوصا الزيارة أبعاد الزيارة تجليات الزيارة آثار في الواقع شنو الكملت بالنجف وهنا أبدي بمحطة جديدة بالبحث اللي بينت بالنجف أولا تعريف الزيارة قلت الزيارة في لغة العرب أصلها مادة زورة اللي هي بمعنى الميل يعني حتى الكذب قيل عنه زور زور ليش زور لأن في الكذب ميل عن الحق هو سمي الكذب زورا لأن فيه ميل عن الحق الأصل بهاي المادة هو الميل فأنا لما أزورك يعني شنو؟ يعني ملت باتجاهك وعدلت عن غيرك وطبعا هذا المعنى بعمق هذا التعريف لهاي المادة بعمق ولهذا بينت بمحطة ثانية بالبحث الآن بس أشر عليها أنه من أهم ما نستفيده من تعريف الزيارة أن الزائر للحسين هو مقبل على ولي الله فهو يمثل حالة تولي ومدبر عن عدو الله فهو يمثل حالة تبري أحسنته يعني نفس عنوان الزيارة بمعناه اللغوي أنا لما أزور الحسين عليه السلام بشكل خاص أنا كأنه هنا أنا قاعد أطبق حالة التولي بالميل على ولي الله والتبري بالإعراض عن عدو الله وهذا من أعظم ما نستفيده من زيارة الحسين يعني شنو شيء أعظم من هذا حتى نستفيده بعد ثم عرفت الزيارة اصطلاحا قصد المزور تعظيما وتكريما في الواقع زين بعدين بينت أكو شيء آخر شنو الشيء الآخر قلت أكو عندنا كلام عن زيارة بشكل عام عندنا كلام عن زيارات واردة عن معصومين بمعصومين بشكل خاص أو زيارات نقولها لما نزور المعصومين بشكل خاص والزيارات اللي نقولها لما نزور المعصومين بشكل خاص نقدر نقسمها 6 أقسام
قسم أول مأثور عن المعصومين، قسم ثاني هو المؤمن يزور به الإمام لما يزور، يعني هو يترجم حبه وولاءه من خلال كلمات يخاطب بها الإمام، هذا قسم أول. قسم ثاني الزيارات المأثورة الواردة عن المعصومين نقدر نقسمها إلى قسمين، زيارات تشمل كل الأئمة وزيارات تشمل الأئمة إماماً إمام. ما أدري واضح الكلام يا ولا؟ الزيارات اللي تشمل الأئمة إمام إمام هم نقدر نقسمها إلى قسمين، زيارات تقرأ بزيارة هذا الإمام كل وقت عامة، وزيارات تقرأ بشكل خاص ومرتبط بمناسبات معينة، يعني هاي زيارة الحسين بعرفة وذيك زيارة الحسين بالنصف من شعبان وهاي زيارة الحسين هالشكل. ما أدري واضح الكلام؟ المحطة الثانية شنو نستفيد من الزيارة من خلال تعريفها؟ تولي وتبري. المحطة الثالثة من أنا أبدي، من أنا أبدي بالكلام اللي أرد أقوله بهاي المدينة الطيبة، شنو الدافع اللي يدفعنا للزيارة؟ إحنا لما نزور المعصومين عموما والحسين خصوصا، اليوم كان أكو زيارة عاشوراء، يوم ما كان أكو زيارة عاشوراء، اليوم الشيعة مجموعة كبيرة من الشيعة توجهوا إلى كربلاء حتى يزورون الحسين زيارة يوم شنو؟ يوم العاشر من المحرم. شنو الدافع اللي يدفع هؤلاء للذهاب؟ وحسب ما قيل الزيارة مليونية، حسب الظاهر مليونية. شنو الدافع اللي يدفع هؤلاء الشيعة للزيارة؟ أكو عدة دوافع تدفع الشيعة لزيارة أمتهم، عدة دوافع. أحباب التفتولي كلش التفت، ما أريد نضيع وقت هاي الليالي أكون بها هنا بخدمتكم. أول دافع عقائدي، شنو؟ عقائدي. إحنا شيعة أهل البيت نعتقد هؤلاء الأئمة أئمة معصومون، نتقرب إلى الله بحبهم وبالبراءة من أعدائهم، ونعتقد أن دنيانا ونعتقد أن ديننا مرتبط بهؤلاء، ديننا ودنيانا اثنين مرتبطات بهؤلاء، يعني دنيانا ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لولا الحجة لساخت الأرض، بالحجة يعني الإمام بشكل عام، يو حتى النبي سواء كان النبوة ختمت برسول الله، احنا بزمننا ما كنا نبي، الحجة عنوان الحجة يشمل الأنبياء ويشمل الأوصياء ويشمل حجج، لا هم أنبياء لا هم مثل السيدة الزهراء عليه السلام حجة من حجج الله على الخلق، يو مريم حجة من حجج الله على الخلق. التفتولي لولا الحجة لساخت الأرض، إذن دنيانا مرتبطة بهؤلاء، مو فقط دين، مو فقط أخرانا وديننا، حتى دنيانا. ما كان الله آية قرآنية ليعذبهم، يعني الدنيا متوقف بقائها والرحمة شاملتها والعذاب مدفوع عنها بوجود هؤلاء، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا حجة الله، يا حجة الله. التفتولي هاي خو بعد آية قرآنية، آية قرآنية. فإذا دنيانا مرتبطة بهؤلاء، أخرانا ونجاتنا بالآخرة هم مرتبطة بهؤلاء، من ركبها نجا سفينة النجاة ومن تخلف عنها غرق، ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا، يعني ذولا هداية. فبالنتيجة الدافع الأول اللي يدفعنا باتجاه الأئمة حتى نزورهم دافع عقائدي، كل مسلم يريد يعرف شيعة أهل البيت وليش يزورون المعصومين، هذا يكون واضح عنده، ارتباطنا بهؤلاء ارتباط عقائدي وارتباط مرتبط بالدنيا والآخرة ونجاة الدنيا والآخرة. هذا الدافع الأول. الدافع الثاني اللي يدفعنا لزيارة المعصومين عموما والحسين خصوصا، دافع عاطفي. شنو؟ فأمتنا عليهم السلام من علي بن أبي طالب للحسن العسكري تعرضوا إلى ظلامات لم يتعرض لها أحد في تاريخ الدنيا. يكفي أن أمتنا من علي بن أبي طالب للحسن العسكري كلهم مقتولين، ما فيهم من مات على فراشه، مظلومين، مقتولين، مطاردين، محاصرين، مسجونين، مهجرين، أخرجوهم حتى من مدينة جدهم صلى الله عليه وآله، إمام جابوا البغداد وإمام أخذوا الخراسان وإمام مولي، ولا أما مظلومين، ولهذا احنا نتفاعل معهم عاطفيا ومع ظلامتهم ومع ما جرى عليهم،
خصوصا سيد المظلومين وسيد الشهداء الحسين، فالظلام التي تعرض لها لا تعرض لها أحد بالسابق ولا يتعرض إلها أحد باللاحق. مصيبة وتر في تاريخ الدنيا، مو شفع، وتر، ما لا نظير. هذا هم يدفعنا للتفاعل عاطفيا مع سيد الشهداء عليه السلام وعلى أم الأطهار عليه السلام. عندنا دافع عقائدي وعندنا دافع عاطفي. وأنا دائما أقول الإيمان مو بس فكر، وهاي فت كلمة مهمة أقولها، الإيمان مو فقط شنو فكر، الإيمان فكر وإحساس ومشاعر وعمل. هاي خسير واضحة للجميع، لأن أنا أشوف البعض يستهين بالجانب العاطفي، هذا مو صحيح. الاستهانة بالجانب العاطفي يعني استهانة بأمر فطري إنساني من جهة، وعلى المستوى الديني قرآني. يعني أسألكم بالله، القرآن ذكر تعلق يعقوب بيوسف يوم ما ذكر وبكاء عليه وبيضة إلى آخره، هذا جانب شنو؟ عاطفي، جانب عاطفي. فأنت لما تستهين به تستهين بملف قرآني، بل مو ملف، ملفات قرآنية، ملفات قرآنية. لحد يستهين بالجانب العاطفي. الدين فكر من جهة وإحساس ومشاعر وعواطف وعمل من جهة أخرى، لأن هو الإنسان مركب بس من بدن وروح ونفس. هاي النفس بها مشاعر وأحاسيس وتتحرك، مو يولا. فأنت شلون تريد تعزل الإنسان عن هذا الجانب؟ ما ممكن. تعزلني عن إنسانيتي إذا تريد تعزلني عن هذا الجانب، تعزلني عن إنسانيتي، ما ممكن. ولهذا دافعنا لزيارة الحسين عقائدي أولا وعاطفي ثانيا. وأني هم أروح أوقف على قبره أقول له أشهد أنك قتلت مظلومة، وأقول له يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة راتبة، كما ورد في زيارات المعصومين، وأقول له أشهد أن دمك سكن في الخلد اليوم واقشعرت له أظلة العرش اليوم، وأقول له بكاك ما يرى وما لا يرى كما قال الصادق، وأقول له بكاك من يتقلب في الجنان والنيران، يعني ما مضمونه، يقول له اليوم يوم عاشوراء، عصر يوم عاشوراء، اللي بالجنة بكوا عليك واللي تعذبون بالنار هم بكوا عليك. فقر الزيارة في الكافي موجودة، في كامل الزيارات لابن قولويه موجودة، أو قولويه موجودة، وهذا كله بجانب عاطفي. أئمتنا ركزوا عليه ورسخوه واهتموا به سلام الله عليهم أجمعين. صار كم دافع يدفعنا زيارة الحسين؟ صار اثنين. الدافع الثالث، تعبتوا يا أكمل بعدنا استونا. الدافع الثالث اللي يدفعنا لزيارة الحسين عليه السلام، دافع معرفي تربوي. دافع شنو؟ معرفي تربوي يدفعنا لزيارة أئمتنا عموما وسيد الشهداء خصوصا. وطبعا تدرون زيارة الحسين لها خصوصية، ماكو مناسبة من مناسباتنا الدينية إلا وأئمتنا ربطوها بزيارة الحسين. ماكو. على مستوى الفرح والترح ماكو. نصف من شعبان زور الحسين، فطر زور الحسين، هكذا كل مناسبة، عرفة زور الحسين، كل مناجرة الحسين بشكل خاص. أكو دافع ثالث يدفعنا زيارة الحسين، وهو دافع معرفي تربوي. شلون يعني معرفي تربوي؟ إيش تقصد يعني
هم معرفي هم معرفي بجانب معرفي وبجانب تاري. شلون أوضح بخدمتكم؟ بس باوع لي يعني مثلا أنا لما أقف على المعصومين عليهم السلام بشكل عام هسه بشكل عام، والحسين بشكل خاص راح أجيب منا ومنا، يعني هم زيارات اللي تشمل كل الأئمة، وأجيب زيارة الحسين بشكل خاص حتى الحكي يصير مرتب. أنا مثلا لما أجي للمعصومين وأقولهم خلقكم الله أنوارا، هاي ما أدري الأخوة يدرون الفقرة بيا زيارة لو ما يدرون، في زيارة الجامع كبيرة لإمامنا الهادي اللي هي يزار بيها كل معصوم، مو بس الحسين، كل معصوم. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. خلقكم الله أنوارا يعني قبل خلق الخلق، فجعلكم بعرشه محدقين قبل خلق الخلق. سؤال، هذه معرفة بالأزورة أو مو معرفة؟ ها؟ إحنا مو عندنا من زار الحسين عارفا، وراح أطرح هنا بخدمتكم، هذه من زار الحسين عارفا يا معرفة، لا تستعجلون. شفت بروايات أهل البيت وراح أجيب الروايات، ولهذا قلت أكو عندي بحث مهم بهاي الليالي. أكو معرفة بحد أدنى، وأكو معرفة بحد متوسط، وأكو معرفة حد أعلى. هاي راح نمر عليها إن شاء الله شيئا فشيئا، سوى كون نمشي بالتدريج يعني نجيهن، هاي حدود المعرفة نجيهن. من زار الحسين عارفا خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، تعطيك معرفة يوم المعرفة. ولهذا أقول دافع معرفي أنه هؤلاء خلقهم الله قبل خلق الخلق، نور كانوا خلاهم بعرش محدقين، بعدين من علينا بهم جعلهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهم بذاك العالم بركة وخير ونور، وبهذا العالم في بيوت أذن الله أن ترفع هم خير وبركة ونور. هاي معرفة، أنا من أزور المعصوم وأقرأ هاي الزيارة يصير عندي معرفة بالأزورة في الواقع. هاي هسا على مستوى زيارات الأئمة بشكل عام، مو هالشكل يعني زيارة الجامعة كل إمام تقدر تزوره من خلالها. وياي الأحبة تعال زيارة الحسين بشكل خاص، مثلا نختار وار هوايك وزيارات حسين بشكل خاص مقصود بيها بس الحسين، يوب كل وقت تنقرأ يوب أوقات مخصوصة تنقرأ على قسمين بيّنت قبل قليل. تعال زيارة الحسين بشكل خاص، نختار زيارة وارث نموذجا كما يعبر الأكاديميون، زيارة وارث أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب. شوف هسه هناك بزيارة الجامعة اليزار بيها كل الأئمة خلقكم الله أنوارا، هنا بزيارة الحسين بشكل خاص أشهد أنك كنت نورا، ذيك تعطيني معرفة بالمزور الأزورة، وهذه هم تعطيني شنو؟ معرفة بالأزورة. هسه نعم يمكن القول في التفريق بين فقرة زيارة الجامعة وفقرة زيارة وارث أنه هناك خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه قبل الوصول إلى عالم الأصلاب وكذا أنوار، أما هنا بزيارة الحسين حسب الظاهر والله أعلم، يعني ما أجزم هنا أنا حسب الظاهر والله أعلم أنه مرحلة من بعد تلك المرحلة اتهم أنوار، لأنه يقول له أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، فيظهر فقرة زيارة الجامعة تتكلم عن مرحلة أسبق، وفقرة زيارة وارث تتكلم عن مرحلة لاحقة، هم كنت نور قبل خلق الخلق، نور أصلاب أرحام، نور بالدنيا، نور بالآخرة هم نور، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فهم حتى بالقيامة ينورون عرصات القيامة. شوف هسه هاي فقرات، هاي فقرة من زيارة عامة وفقرة من زيارة الحسين بشكل خاص، تعطي معرفة لو ما تعطي معرفة؟ تعطي معرفة، تعطي معرفة.
على مستوى خلقة أئمتنا بعالم الملكوت وعالم الملك، عالم الأنوار، عالم الأصلاب والأرحام. أنتوا نور، هاي من أقراها بزيارة المعصوم أنا أعرف لمن أزور. يفترض هالشكل، يفترض هالشكل أعرف أنا لمن أزور بالمقدار اللي يناسبني من المعرفة. هو مو كنه المعرفة وين أقدر لها أنا بالمقدار اللي أقدر له. أجيب لكم فقرة أخرى، فقرة شنو أخرى هم تعطي شنو معرفة. ولهذا قلت الدافع الثالث دافع معرفي تربوة. تربوة وين؟ انتظرني وصبرك علي، شنو أقدر أسوي؟ واحدة واحدة أجيب مثال آخر هم أخذه من زيارة حتى الحكي يصير واضح للإخوة. مثلا من أقرب زيارات المعصومين عليهم السلام مثلا زيارة الجامعة. ستقول ليش اختار زيارة الجامعة؟ ايش معنى تركز؟ تدري ليش اختار زيارة الجامعة؟ لأن علماء الشيعة قالوا عن زيارة الجامعة من أصح الزيارات سندا وأعلاها مضمونا. يعني من أجيب زيارات المعصومين عليهم السلام وأخليها بصف زيارة الجامعة، زيارة الجامعة تكون إلها الريادة، تكون إلها شنو؟ الريادة. خو بعد أنا أجي هنا أنا بعد خصوصا وأنها جامعة لمقامات وفضائل ومنازل آل البيت عليهم السلام. خو بعد تكفيني مؤونة غيرها في الواقع بعد. واضح الكلام؟ زين، من أجل زيارة الجامعة وأشوف مثلا فقرة من أزور أي معصوم بما فيهم الحسين من أزور، أقدر أقرأ زيارة الجامعة شنو أقول؟ أقول بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض. أكرر، بكم يمسك الله السماء أن شنو؟ أن تقع على الأرض. بكم ينفس الهم يكشف الضر كذا كذا. هنا أنا من أقرأ هاي الفقرة ايش راح أستفيد؟ مما أستفيده منها أن أسباب الرحمة الإلهية هم النبي وآله. أسباب الرحمة الإلهية ومو فقط أسبابها، أسبابها وتجلياتها النبي وآله عليهم السلام. ولهذا ربنا لما تكلم عن النبي قال له وما أرسلناك إلا شنو؟ فبما رحمة من الله لنت وما أرسلناك إلا رحمة. حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف هذا التركيز على رحمة النبي، رحمة النبي، رأفة النبي، رحمة النبي. كم آية لحد الآن؟ ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأن أنت رحمة. شوف هذا صار كم آية؟ أربع آيات لحد الآن. يجي الإمام يقول بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض. طبعا إذا السماء وقعت على الأرض تبقى حياتي وما تبقى حياة؟ ما تبقى حياة. هسه بأي معنى السماء تقع على الأرض؟ هذا إلى بحث الآن مو معنى. تقول لي بأي معنى هي شنو السماء حتى تقع؟ بأي معنى تقع؟ هذا إلى كلام الآن مو وقته. أنا لو الآن بحثي شرح فقرات من زيارة الجامعة الكبيرة أبين شنو معنى وقوع السماء على الأرض، ولكن الآن هذا مو بحثي. وإذا أرد أبينه يأخذ من وقتي، يعني يأخذ من حصة بحث الزيارة، وأنا ما أريد أخذ من حصة بحث الزيارة. ولكن يعني بكم يمسك الله السماء أن تقع، يعني هم سبب لهاي الرحمة ومو سبب لهاي الرحمة. فأنا إذا دريت بهذا المعنى الموجود في تراث المعصومين على مستوى زياراتهم وحتى على مستوى رواياتهم وحتى على مستويات أخرى على المستوى القرآني هذا ثابت وغير ذلك، هنا أنا راح أصير عندي معرفة باللي أزوره بمقدار ما، لو ما راح أصير عندي معرفة باللي أزوره. الخلقة نور، أجل الدنيا نور، بقائنا واستمرارنا بالحياة هو من أهم أسبابه في الواقع وغير ذلك. هاي كلها معرفة، معرفة، وهي هاي المعرفة تخليني أنا هم أزور هذا المعصوم يستحق الزيارة اللي كل ذني حياتي وديني مرتبطات بي يستحق الزيارة وأكثر في الواقع. هذا مثال آخر أجيبه من زيارات المعصومين عليهم السلام خدمة الأحب.
أجيب لكم مثال ثالث هم مرتبط بالجانب المعرفي ومو فقط المعرفي، المعرفي التربوي. والدور أجيب مثال رابع مرتبط بالجانب التربوي بشكل خاص. إخواني ضوجتكم يا ولا ما ضوجتكم؟ أنا أشوف هذا الكلام مهم من طرحه. إحنا قاعد نزور أهل البيت، يغير يصير عندنا فكرة واضحة عن زيارتهم، ليش نزورهم، الدافع زيارتهم، إن قراب زياراتهم، غير تصير عندنا فكرة عنا حتى من نزور إحنا نفهم شنو نسوي. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأعزة، هذا وغيره أطرح مثل هذه الأبحاث. زين، أجيب مثال آخر خدمة الأحبة. المثال الآخر جانب معرفي وتربوي، والمثال الأخير راح أجيب الدافع الثالث جانب تربوي بشكل خاص، حتى أنتقل إلى دافع آخر وهو الدافع الرابع لزيارتنا للمعصومين عموما والحسين خصوصا. زين، شنو المثال اللي أريد أجيبه؟ ورد في زيارة من زيارات الحسين، وإحنا بيوم من أيام الحسين الصعبة، ورد في زيارة: السلام عليك يا من رضاه، ما مضمونه، من رضا الرحمن وسخطه. أنت رضاك يا أبا عبد الله بكل شيء شنو؟ يرضى بيل رحمن. وأنت سخطك يا أبا عبد الله شنو مورده؟ بكل شيء يسخط بيل رحمن. فأنت يا أبا عبد الله الميزان اللي عندك اللي على أساسه تزن الأمور هو رضا الله وسخط الله. هسه هذا رضا الله يخلي بعض الأحيان الناس ما راضية بكيف الناس، الناس إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. الناس مو هم الميزان، رضا الله هو الميزان. طبعا هاي من الخاطبة بالزيارة بهالفقرة نستذكر كلام للحسين. شوفوا هذه فقرة واردة عن معصوم بزيارة الحسين، هاي الفقرة هم تذكرنا بكلمة نفس الحسين: رضا الله رضانا أهل البيت. هو تشي يقول رضا الله رضانا أهل البيت. وهذا يذكرنا بشيء آخر، النبي قال بنت فاطمة: يرضى الله لرضاها ويسخط، هم يسخطون لسخطه ويرضون لرضاه، وهو يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها. عالم يعني، فد عالم يعني. زين، أسألكم بالله، هذا ما أستفيد منه عصمة وإيمان كامل عندهم؟ يعني شلون النبي قال عن علي بن أبي طالب: برز الإيمان كله، مو بعضه، مو نصفه، مو قسم منه، برز الإيمان كله. علي بن أبي طالب كل الإيمان. ولهذا علي بن أبي طالب المسطرة هم اللي يشتغل عليها: ومن الناس، ليلة المبيت نزلت هاي الآية في حق علي بن أبي طالب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف المسطرة، شوف المسطرة: ووالد وما ولد، علي والحسين والأئمة الأطهار. أجيب لكم مثال آخر، نفس الحسين والرضا والسخط المرتبطين بالله. نفس الحسين، آية الحسين في سورة الفجر اللي أمتنا قالوا هي سورة الحسين، شو تقول آخر آية بسورة الفجر؟ يا أيتها النفس شنو؟ مطمئنة، ارجعي إلى ربك، شوف راضية عن الله، مرضية من قبل الله. هي راضية، الله هم شنو؟ راضي عنها، رضي الله عنهم ورضوا عنه كما القرآن الكريم يعبر. هاي المسطرة، شوفوا هاي المسطرة من جانب معرفي أستفيد منها جلالة قدر، عظم منزلة، عصمة، قرب من الله، غير ذلك من هالجانب. من الجانب التربوي
أستفيد منها أن أقتدي وأتأسى بسيد الشهداء في هذا المجال، فالمسطرة تكون عندي رضا الله وسخط الله في كل فعل أريد أسويه، كل فعل. هسه الحكي هيك سهل، هاي الفكرة اللي قلتها الآن كحكي سهلة، حكي سهل، ولكن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى إصرار ويحتاج إلى إرادة. يحتاج إلى شنو؟ إرادة. وبما أنني تكلمت عن الإرادة اللي يحتاج هذا الأمر، هنا يعجبني أقول شيء، وعيني على الساعة ما أريد أن أتجاوز الوقت. هنا يعجبني أقول شيء، خلي أخذ بعد فست دقائق سبعة وأروح للمصيبة إن شاء الله تعالى. شنو هو الشيء؟ شوفوا إخواني، رأس مال الإنسان أمران، أمران يشكلان رأس مال الإنسان. فالإنسان هو يهم يكون يهتم بهذين الأمرين ويحسب حسابة تجاههم. شنو تقول لي؟ شنو الأمر الأول؟ عمر الإنسان، رأس ماله ومو رأس ماله. الإنسان إذا خلاص عمره بعد أكو شيء، طبعا ينتقل العالم آخر، طبعا أدري خو ينتقل، بس أنا أقصد بالدنيا إذا انتهى العمر خلاص بعد. واحد عمره، ولهذا عندنا بالروايات من جملة الأمور اللي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، عمره يسأل عن عمره فيما أفناه. هاي الستين سنة سبعين سنة أنطيناك إياها، شنو سويت بيهن؟ شنو صرفتهن؟ شلون خلصاً؟ شنو خلصاً؟ إيمان عمل صالح خلصاً؟ شيء آخر؟ نبينا يقول واحدة من الأمور نسأل عنها يوم القيامة عمرنا شلون قضينا؟ الله يسألنا يقول أنا أنطيتك سبعين سنة، ستين، خمسين، مية، هاي شلون صرفتهن؟ شلون تعاملت وياها؟ يا إخوان هذا نبينا يقول، هذا مو تحليلي، لو تحليلي مو مهم تحليلي، أنا أصيب مرة وأخطئ عشرة، أنا مو معصوم. أوه يا ما هذا شنو يعني؟ أفكر وأقول هذا طعم مو صحيح، مو معصوم. نبينا هيك يقول مو أنا، وما ينطق عن الهوى هالشكل يقول. ولهذا ماكو خيار أمامنا إلا أن نصدق هذا الكلام ونتعامل وياه بشكل جدي. عمرنا يكون ما يضيع بتوافه، نسأل يوم يا إخوان، تسأل يوم القيامة، تسأل عن عمرك شلون صرفته، شلون ضيعته. هو واحد يكون أمام مسؤولية بعد إذا يسأل عن عمره، بالنتيجة يكون يعد جواب. هذا الأمر الأول يشكل رأس مال الإنسان، يكون يستغله للنجاح والوصول إلى بر الأمان. الأمر الثاني باوعولي، أنا على شنو جبت هاي الكلمة؟ على الإرادة. الإرادة بشنو؟ بالمسطرة اللي أخذناها من سيد الشهداء. يا مسطرة، الأساس هو رضا الله وسخط الله، أتعامل مع الكل على هالأساس وبهالمسطرة، وهذا أمر تربوي نستفيده من زيارة المعصوم، وهو يشكل دافع من دوافع زيارتنا للمعصوم. رتبت الحكي حتى الأمور تصير واضحة، ما بيها مرتبة زين. الأمر الأول عمر الإنسان، الأمر الثاني الطاقات اللي رب العالمين زود بيها الإنسان شلون نتعامل وياها. ما أدري كل واحد من عندنا مزود بطاقات وما مزود بطاقات، كل واحد من عندنا، كل واحد الآن من عندنا، نحن القاعدين أمامي وأنا المتكلم واللي يشوفونا بالتلفزيون واللي يشوفونا على الانترنت وأي يشوفنا والما يشوفنا والما يشوفونا يشوفونه، كل إنسان مزود بشنو؟ رب العالمين مد بطاقات، هاي الطاقات يقدر يستعملها بجانب إيجابي، يقدر يستعملها بجانب سلبي،
يتحمل جزاء على ذلك يوم القيامة. نقطة راس سطر. واحدة من هاي هذا محل الشاهد. واحدة من هاي الطاقات برأس مال الإنسان الثاني الإرادة اللي رب العالمين زود بها الإنسان. كل إنسان زوده بوحدة من هاي الطاقات شنو؟ إرادة. شيء اسمه إرادة. إرادة لو فعلها الإنسان. والله هنا يعجبني أبسط القول ولو بشكل مختصر، لأن يعني أشوف الحكي كلش مهم هنا، كلش مهم. وأتمنى الأحبة ما يتعبون مني الليلة، أتمنى ما يتعبون مني. شوفوا أيها الإخوة، رب العالمين زودنا بهواي طاقات وبهواي أمور. عشان أعبر، زودنا بأجهزة كثيرة، بأجهزة كثيرة، ومجموع هذه الأجهزة يشبه ممالك الدنيا اليوم، يشبه ممالك الدنيا اليوم. يعني أقدر أسوي دراسة مقارنة بين مشتركات ممالك الدنيا وممالك دواخلنا الإنسانية. أكو مشتركات أقدر أبين بعضها، مشتركات بين ممالك الدنيا وبين ما زودنا به في دواخلنا الإنسانية، اللي وحدة منها الإرادة. هاي أخليها بيا مشترك الآن، راح أبين، لا تتعب مني. وحدة من المشتركات، رب العالمين زودنا بجهاز اسمه العقل، يزن الأمور بميزان الربح والخسارة والمضرة والمنفعة لو أن الإنسان فعله وتعامل معه بشكل سليم. شلون يعني تعامل معه بشكل سليم؟ هذا اللي أئمتنا قالوا بتعريف العقل. أنا دائما أقول على المنبر، أئمتنا لم يعرفوا العقل لغة، يعني العقل من عقال البعير وما أدري شنو. أئمتنا عرفوا العقل بلازمه، بلازمه. شلون يعني بلازمه؟ قالوا كما ورد عنهم، العقل ما عبد به الرحمن. هذا ما عبد به الرحمن يعني تعريف للعقل باللازم، لو أن الإنسان فعل العقل وعمل بمقتضاه إلى آخره، يخليه يعبد الرحمن ما يعبد غيره. رب العالمين زود كل إنسان جهاز العقل، إنجاز التعبير جهاز، بس أريد أوصل فكرة. هذا العقل من أرد أخليه مشترك بين مملكة داخلية إنسانية وبين مملكة موجودة الآن في الدنيا، أقدر أنطي صفة أو عنوان، أقدر أطيع عنوان سلطة تشريعية. طبعا العقل هم يكون يسترشد بالوحي، بهدى الوحي، ويأخذ بما يعني يأمر به الوحي وما يوصله الوحي من معارف وغير ذلك. الأمر الثاني اللي رب العالمين زود به دواخل الإنسان، وهو يشكل مشتركا آخر، مشتركات بين مملكة دنيوية ومملكة إنسانية. شنو الأمر الثاني؟ في الواقع هو الإرادة، يعني محل الشاهد. اللي عدها إمكانية أن تسيطر على كل قوى الإنسان الأخرى، فهي بعبارة أخرى سلطة تنفيذية، تأمر فتطاع. ولهذا إذا شفت لك واحد عنده مشكلة في أمر ما، عادة سيئة معينة غير ذلك، وتقول له يابا هذه عوفة اتركها، يقول ما أقدر ما أقدر، يعني هذا مفعل إرادته يوخالها ميتة، مفعلها يوم موتها، يوم موتها. إذا يفعلها يقدر. حجي الله يحفظه يأشر يقول تدخين مثلا، ترك التدخين،
يقول ما اقدر اعوف التدخين. لا يقدر، يقدر خيفعل ارادته يقدر. رب العالمين اعطاك سلطه اسمها الاراده، قويه جدا، قويه جدا، بس فعلها تقدر. هذا مثال، والا انا مثلا اقصد عادات سيئه بالجانب الاخلاق، قلت عاده سيئه بالجانب الاخلاقي، ما اردسي لاحد. قبل قليل قلت مثلا انسان مبتلى بعاده سيئه، مو قصدي المثال هذا، قصدي عاده سيئه بمجال الاخلاق حتى الكلام يكون دقيق يعني. وان كان بالنتيجه سوى هذا المثال احنا ما نشجع عليه، ولن هذا مضره صحه الانسان، مضره له ومضره لغيره. بس انا من قلت عاده سيئه اقصد مجال اخلاق، مجال اجتماعي، مجال اخلاقي، اكو عنده عاده سيئه، يابا عوفه، مو خوش عاده، هاي مو حلوه، يابا مو زينه هاي العاده بالجانب الاجتماعي بالجانب الاخلاقي. مو يقول ما اقدر. ليش ما تقدر؟ تقدر، فعل ارادتك تقدر. الامر يحتاج تفعيل اراده، تفعيل اراده. اكو امر ثالث رب العالمين زود به دواخل كل انسان، وهو هم يشكل نقطة من نقاط الاشتراك بين مملكة إنسانية وممالك دنيوية. صار عندنا سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية من خلال الإرادة التنفيذية. بعد الاشتراك الثالث أقدر أعبر عنه اشتراك رعية، من خلال دوافع رب العالمين زود بيها الإنسان. هاي الدوافع قسم إجا منها من الوراثة، وقسم آخر إجا من البيئة وغير ذلك. هاي الدوافع إذا الإنسان أحسن تنظيمها نعتبرها مثل الرعية، بمالك الدنيوية الرعية، الرعية هاي إذا الإنسان أحسن تنظيمها وتعامل معها بشكل سليم منظم مشت على السك، وإذا لم يحسن تنظيمها والتعامل معها صار بداخله فوضى، مثل ما اكو مجموعة من البشر وماكو قانون يسودهم ويحكمهم، شو يصيرون؟ يعني اكو فد تقاطع مزدحم واشارات مرور ما موجودة فيه، شنو يصير؟ فوضى. الدوافع الرب العالمين زود بها الانسان، اذا ما يتنظم عمله هالشكل يصير، يكون يتنظم عمله، يكون يتنظم عمله. ولهذا هم رب العالمين قال لنا مثلا قوة غضبية أنا انطيتكم، بس كون تحسنون التصرف معها. القوة الغضبية إذا نظمتم شغلها تحافظون بها على أنفسكم، على أموالكم، أعرافكم، كرامتكم. إذا ما تعاملتوا إياها بشكل منظم تقتلون بها، تقتلون وتعتدون والظلمون. أنا زودتكم بقوة شهوية حتى الحياة تستمر، ما يصير ما زودكم قوة غضبية. إذا ما زودتك بقوة غضبية ما تدافع عن عرضك، ولا تدافع عن مالك، ولا تدافع عن نفسك، ولا تدافع عن مقدساتك. كون أزودك بس كون تحسن التعامل معها. أنطيك كهرباء، الكهرباء مو تلزمه بيدك تموت، كون تتعامل وياه بشكل صحيح حتى تنتفع منه، هيجي يعني. أنطيتكم قوة شهوية حتى أو غرائزية عبر حتى الحياة تستمر، التناسل يبقى. هذا تحسنون التصرف وياه ما تحسنون؟ إذا تحسنون التصرف وياه نافع ومفيد، إذا بدون نظام وقانون تصير كارثة، تصير كارثة. ولهذا ينطي قوة شهوية من جهة، يقول لك ولا تقربوا الفواحش، من جهة أخرى ينطي قوة غضبية من جهة، يقول لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، من جهة أخرى حتى الأمور شنو تتنظم وتتوازن. هذا العمق الموجود بالإسلام وبثقافة القرآن الكريم، هذا شبابنا كون يلتفتوا له. أنا أعتقد شبابنا أهل وعي،
تهمهم مثل هذه المواضيع. ماكو هذا الحكيت الآن كله هذا تلخص سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا كله تلخص هذه السورة قصيرة الحجم كبيرة المحتوى والفحوى في الواقع. الدافع الثالث اللي يدفعنا لزيارة المعصومين عموما والحسين خصوصا هو دافع معرفي تربوي. بدينا بالمعرفة جبت لنا نماذج، الآن انتقلت للمعرف التربوي، الآن آخر شيء أجيب مثال بس للتربوي. وبكرة أنتقل إلى الدافع الرابع اللي يدعون لزيارة المعصومين وأفصل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. يجون الإخوة باكر لو ما يجون خول البحث ما متعب إن شاء الله، ما متعب إن شاء الله يفيد يعني وأجمل، كل ما نمشي بيه يصير أجمل إن شاء الله تعالى. أما المثال الأخير الأجيبة من زيارات أهل البيت عموما الحسين خصوصا، المثال الأخير الأجيبة من زيارة الحسين خصوصا، أنا من أقول للحسين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك بالله عليكم. هالكلمات اللي أخاطب بها السيد الشهداء تربيني لو ما تربيني؟ تربي الإنسان هاي الكلمات. أنت تحب الحسين، متعلق بالحسين، نشوف الحسين إقامة صلاة، إيتاء زكاة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إطاعة الله حتى الموت. هاي تربي الإنسان، تربي الإنسان هاي المعاني، تربي الإنسان هاي المعاني، تخليه يهتم صلاته، دينه، حلاله، حرامه، إلى آخره. ما يفرط بهاي الأمور. الحسين عليه السلام انقتل والصلاة بين شفتيه، الحسين عليه السلام استشهد، وهالمعاني العظيمة والقيم النبيلة كلها كانت واضحة وظاهرة فيه. أنا لما أشوف إمامي بهذا الشكل رأسا يتبادر إلى ذهني قول الله تعالى لكم في قد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة. ورسول الله قال حسين مني وأنا من حسين، فالحسين هم لنا به أسوة حسنة. فالشيعي الحقيقي من يقرأ هاي العبارات الواردة عن المعصومين يرتب أموره ويعدل أموره. والشاب إذا كان ما يصلي يقوم يصلي، يقول الحسين شهدنا قد قمت الصلاة يقوم يصلي. إذا ما كان عنده والعياذ بالله لا سامح الله إطاعة لله يطيع رب العالمين، دي صفحة جديدة بعد زيارة الحسين. الدافع الثالث اللي يدفعنا زيارة الحسين معرفي وتربوي، تربوي تربوي. هاي لكل من يسألنا ليش يزورون الحسين وشنو ثمرات زيارتكم للحسين، دافع والثمرة لزيارة الحسين. وهناك دافع رابع أشير له إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية بعونه تعالى، ونكمل بحث الزيارة شيئا فشيئا ومحطة فمحطة إن شاء الله تعالى. ما أدري شنو أقول الليلة، شنو أقرأ الليلة، ما أعرف. ما أدري شنو أقرأ الليلة والله العظيم، يعني الإنسان يكون حائرا ما يعرف شنو يقول. يعني ماكو ليلة بتاريخ آل البيت مرت عليهم أصعب من هاي الليلة. شوفوا أنا دوم أقول هاي الحكاية على المنبر، أقول ليلة 11 المؤمنين، مع أنه ليلة العاشر ما ينامون عادة، الصبح مقتل ومواكب وشي، الظهرية يا كل لقمة يرجع يأخذ كسرة. عادة شيعة أهل البيت هالشكل لأنه تعبان منايم تعبان، فعادة الظهرية يتغدى ويأخذ له ساعة ساعتين شوي يرتاح ويجي للمجلس. ومع ذلك تشوف الوجوه متعبة، تحس الوجوه بها تعب. مع ذلك يعني هاي العلويات شنو حالهن؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، لا أكلا لا شربا لا ناما لا
أجسام يعني مطرحة على الرمضاء الليلة، الحسين عاري على الرمضاء. يا جماعة كل ميت يموت يخلون فد بردة فوقه، ماشي كل ميت، كل ميت يموت يخلون فد قماش فوقه. يقول لك هذا بعد حافظ على حرمته. الحسين مو خلوا قماش فوقه، سلبوه ثيابه. يعني واقعا والله مصيبة، مصيبة يعني والله مصيبة. الليلة زينب قالت الليلة قبل وامس الغروب والغروب، وما ادري اخي وقع يا صوب، يقولون وسط القلب مصيوب. اي والله اريد تجي دمعة. اي والله ليلة 11 هاي يا شباب. يا بي يقولون وسط القلب مصيوب، يقولون حالي يفت القلوب، يقولون ظل عاري بلا ثوب. ولي عليك يا عبد الله. بعد ايش قالت؟ يا حسين خويا مصابك مصاب، وجانون لك بالقلب لهاب، خويا من نومتك هاي على التراب، حتى الصخر لو شاف كذاب، حتى الصخر لو شاف كذاب. أيها المؤمنون، في مثل هذه الليلة وقفت زينب بجانب، وخلت أم كلثوم تقف بجانب، قلت لها في كل ليلة كان لنا فارس يحرسنا، في هذه الليلة نام على العلقم وتركنا. أخيقي في أنت بجانب وأقف أنا بجانب، إذا رأيت سوادة مقبلة فقولي نحن بنات أمير المؤمنين، ما بقي لنا شيء ليطمع به الطامع. وقفت زينب بجانب الغريب، بين ساعة وأخرى بالغوث غثنا يا علي. بو يا علي أنا جلجل الليل، وهاجت علي أنا الزلم والخيل. الليلة عباس والأكبر مجاتيل، والحسين بيمثلوا تمثيل، وسجادنا مطروح وعليل، يا بويا الصبح ناول حادي يشيل، دقلي شو اسوي لها المداليل. بعد ايش قالت؟ وانا الطارش اللي يقطع البيده، وياخذ معصبي وشكواي بيده، ويصلي الغرب هالليل اريده، ويصيح بصوت وينك يا الصمده، وينك يا الصمده. زينب يا علي ظلت وحيده، وترى حسينكم قطعه وريده، بويا وهذه كربلا ما هي بعيده. هتش تقول. المهم وبينما هي كذلك، وإذا بسواد من جانب الغري، قالت لها سيري وشمري عنا، نحن بنات علي بن أبي طالب، ما بقي لنا شيء ليطمع به الطامع. إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، إن أردت ترويعنا فنحن مروعات. وإذا بها تقول أنا بوج علي أنا ليحاكي. هاي الليلة يا زينب للحراسة جيتي لي، شوالي على أخوك شوالي عليك. إيش قلت له؟ بويا بويا يا بويا أنت بالبحر والبرصياتك، علي يا بويا سلبوهن بناتك، خذوا ثاراتهم والذار فاتك، بيوت معمرة وبيتك تخرب. رجعت زينب في مثل هذه الليلة إلى النساء، صاحت بأسمائهن حتى تحافظ عليهن إذ افتقدت الرباب. صاحت أين الرباب؟ سيدتي ما سيطرنا عليها، طلعت راحت.
زينب جت بساحة الميدان، اجيتك اتعثر بالمشاتيل وتميل الرزاية منين ما ميل، تراني الدوهنت من شلشل اللي وصلت إلى جسم أبي عبد الله، سمعت صوتا عند جسم الحسين رباب نعم اش طلعت، أنا جيت أرضع ابن الماشر أبو يا أبا عبد الله. الليلة جسمك على الرمضة بلا غسل ولا كفن يا حسين. درن يا بنت حيدر ذدايا يا ثار عند حرمله وياي. ولا 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 رجعتها زينب عليها السلام، من رجعت قالوا لها سيدتي سكينة بنت الحسين هم ما قدرنا نسيطر عليها، طلعت قالت ماكو غير للحسين. رجعت زينب سمعت صوت يا والدي والله ضيم، أنا صير من زغري يتيمة والنوح من بعدك لجيمة، أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على بناته وحريمة. رجعتها زينب، لما رجعتها شافت أم كلثوم ماشية بوادي منحدر، قالت لها إلى أين يا أم كلثوم؟ أنا ماشية العباس أقل يا قمر العشيرة يا با، أنا ماشية العباس أقل نومك يا أخويا مو محل يا با مو محل، ترضى يسلبني خوال أنا ماشي العباس جعدة ورجب جفوفة فوق زندة يا أبا زندة، وقل الحرم صارت بشدة أخويا صارت بشدة يا ليلة الحادي عشر. اليوم لو تشوفون ايش قد وصلتني رسائل على هالقصيدة، بس الوقت خلص فدبيت بيتي منها وأسألكم الدعاء لأنه رسائل كثيرة يطلبون مني هاي القصيدة. يا ليلة الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جابوا الماي وغدت ضج بحريم العيلة، يا ليلة الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جابوا الماي وغدت ضج بحريم العيلة، ركضت رقي على السقا صاحت إقاف يا سقاي، لو تأخذ الماي وترد لو للرمح تمشي وياي. شكو بالرمح هاليوم ثالث والدي عطشان ما شارب ماي هاليوم ثالث والدي عطشان ما شارب ما أغرف لبيج فوفي العذب بلشن أروغ ليلة، يا ليلة الحادي عشر آهش عظم الليلة من جابوا الماي وغدت ضج بحريم العين، تضرف الماي ولو مشت من جفوفها يتبدى طفلة وغصونها من العطش
ذبلان مثل الوردة ما بين أبوها والسقى تجيب الدرب وتريد ومن وصلت لذاك الرمح قلت عليها الحيلة يا ليلة الحادي عشر إيش عظم من جابوا الماي وغدت ضج بحري ما توصلي لربعي الرمح كل ما تمد ايديها تريد الشرب ابوها ماي وابوها راس على الرمح بالخيزران تعلقت رفعت طرف رجليها حاولت يا بالغزران تعلقت تحني الرمح ما بيها حاولت يا ما حاولت رفعت طرف رجليها والراس يتمايا الغدا يبكي لها وتبكي لها يا ليلة الحادي عشر إيش عظم من جابوا الماي وغدت ضج بحري يبكي على بجاه الرمح ولينحني ويطوى من شافها هدها العنى وقامت تقوم وتهوى حتى بعدوها توسلت بل كان بقى يمروى ينزل الراس من الرمح تشرب العذب ويشيل يا ليلة الحادي عشر إيش عظم هالليلة من جابوا الماي وغدت ضج حج الفرج إمام زماننا يا الله جعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه اقضي حوائجنا في مرضانا يسر أمورنا كفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار مؤسسون تقبل مجلسهم وموصلوا إلى إمام زمانهم اكتبوا في صحائف أعمالهم إلى أمواتهم أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات Allah'a emanet olun.